يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كنا مجموعة أشخاص مجتمعين عند أحدنا في مناسبة والمسجد يبعد عنا 500 متر، فهل علينا شيء أن نصلي في المسجد، أو فهل يجب علينا أن نصلي في المسجد؟ يجب عليكم ما دمتم تسمعون النداء تقدرون على الحضور، يجب عليكم الصلاة في المسجد. قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. نعم.